بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب منوعات السودان والمدنية. فضلا وليس أمرا، ما تنسوا اللايك والشير، تابعونا على برنامج دقيقة واحدة وحنفكها منك بالدقيقة دي. أهلك مستفيدين منك شنو في البيت؟ ما فهمت السؤال، ممكن تعيد؟ أهلك مستفيدين منك شنو في البيت؟ الحياة اللي انت بتعملها في البيت شنو؟ أهلك مستفيدين منك في البيت شنو؟ ناس البيت مستفيدين منك في شنو؟ في حاجات كثيرة يعني. والله في كل حاجة. زي شنو مثلا يعني مستفيدين منك؟ ما يعني ما هو السؤال كيف يعني؟ لا مستفيدين مني شنو من البيت؟ تستفى يعني الحياة اللي بتعملها في البيت، انهم هم الحياة اللي بيقولوا مثلا البيت دي بتعمل كده. ممكن في الدراسة كده. مستفيدين منك في الدراسة؟ متفوقة يعني؟ ان شاء الله. اي تحت مسكين البلد دي؟ ان شاء الله. خلاص انا عايز اعرسك رياكشن. ماما انا مسؤولة على البيت، انا اصلا اكبر البيت تمام؟ فانا مسؤولة على البيت، بخاف اي شيء بيعتمد عليه فيه يعني. يعني ما من النوع اللي بيقول لا ما عايز اقوم اشتغل. لا ما يعني انا حياتي كده اصلا تعلمت ان انا اشتغل. وبعدين عندنا البيت بتشتغل يعني. عندكم البيت بتشتغل؟ اي. خلاص انا عايز اعرسك رايك. انا مخطوبة لكن. لا ما في مشكلة عندي يا سام فكرة. يا هي زنا بالمناسبة. لا لا والله انا عايز اكمل قراية ولا شيء. هتجيب قراية؟ ها؟ هتكمل قراية؟ اي طبعا. عندي نيسان بس. ها؟ عندي نيسان. نيسان؟ اي. يعني شنو؟ جد يعني ما عايز اقول السودان عندي نيسان. يعني؟ ما عايزة يعني؟ ما عاوزة يعني. انا مش انتحر يعني؟ انت اي؟ لا حاجات كثيرة. مثلا زي شنو يعني استفادتك في البيت يعني؟ والله لا عادي. قول مستفيد في حاجة مستفيدين منها يعني ناس البيت. يعني في البيت كده داخل البيت. ايوه داخل البيت. بغسل لون. باكل لون. كده. يعني ما من البنات اللي بتقول لا والله ما حاقوم اعمل اي حاجه. لا لا جد انت؟ لا لازم. طيب خلاص انا هتقدم لك حسي كده، رايك شنو؟ يعني انا شايفه انه انا الدنيا محرك للبيت وحالتي انا زي شنو يعني؟ اي حاجه يعني. انا بصحى الصباح بنظف البيت، بغسل عدتي، بمشي بجيب خداري. انا الساعه 12 لما تيجي بكون نزلت حله الغداء يا بابا. وحالتي انا يعني ما من نوع البنات بيقول لا لا ما حاعمل الحاجه دي. لا اكيد طبعا، لا مستحيل اقول كده لانه في النهايه بيتنا يعني. خلاص رايك شنو اقدم لك؟ تتقدم لي انت؟ عادي لا والله حاجه قسمه ونصيب حبيبي يعني. ما قسمه ونصيب، انا عندي نيسان يعني. رايك شنو؟ عندك نيسان؟ أيه. طيب القروش ما هي حاجه؟ مين قال لك القروش ما هي حاجه؟ ما هي مستفيدين منها ناس بيتكم يعني؟ في شغل البيت يعني وكده؟ اي حاجه يعني شغل البيت كده. يعني شغل البيت يعني بساعد يعني امي واخواتي، بساعدهم في شغل البيت يعني في اي حاجه يعني. انا ممكن اقول لك يعني انا اكبر البيت يعني. اي واضح. يعني في كل الشغلات يعني شغل البيت كله يعني انا بقضي اي حاجه، مثلا بساعد امي في شغل المطبخ، غسيل، غيره 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 يعني. ما النوع اللي بيقول لك قومي اعملي حاجه حتقول لا والله انا ما عايزه اقوم. ما من النوع ده؟ لا ابدا. يعني واجباتي انا عارفها اصلا في البيت يعني، ومقسمه الشغل مع اخواتي يعني. عندي اصغر مني يعني بخلي لهم الشغل الخفيف، وانا يعني بعمل الحاجات اللي هم ما بيقدروا عليها وكده. وامي يعني برضو عندها شغل معين، وانا عندي حاجات معينه بقضيها يعني. ما بخلي امي تقول لي قومي اعمل يعني، انا براي. خلاص عرسك كيف؟ ها؟ عرسك كيف؟ ها؟ لا ما افكر. ما فيها لا ما افكر. لا عرسك قدامي. ها رايك شنو؟ اوكي اوكي شكرا.